روح الجمهور. حبيت انت تتكلم عن نقطة صورة فيها. صورة الأستاذ عمرو الجنايني. الحقيقة أنا عجبني جدا، على يعني أيوه دي الصورة اللي أنا عايزها، الأستاذ عمرو الجنايني بنفسه وهو شايل درع الدوري وبيسلمه لكابتن النادي الأهلي كابتن حسام عاشور وهو واقف على منصة التتويج. اتقلبت الآية، الأستاذ عمرو الجنايني لما كان بيناغشنا بيقول أنا فوق ومش شايف اللي تحت، دلوقتي احنا فوق بس احنا يا استاذ عمرو شايفين اللي تحت، لان اللي تحت هو اللي بيسلمنا درع الدوري الاصعب. انا عجبني جدا منظر الاستاذ عمرو الجناني وهو بيضحك، انا كاهلاوي انا بالفعل حسيتها ضحكه من القلب، ضحكه مسؤول فعلا بيقدر مسؤولياته. ولكن احنا بنتكلم على الشكل الجماهيري اللي كان واخد انا فوق ومش شايف اللي تحت وسايبكم في المنطقه الدافئه، اعتقد الرساله كانت واضحه، واعتقد رد غير يعني ترتيب الهي غير مرتب ليه من قبل البشر. فكره ان الاستاذ عمرو الجنايني يكون رئيس اللجنه في الوقت الحالي وهو اللي يسلم درع الدوري للنادي الاهلي فارس، اعتقد كانت صوره معبره بكل المقاييس وصوره بتثبت ان النادي الاهلي بالفعل ما يعرفش المستحيل. اكيد يا احمد، انا قلت جمله امبارح، ان تحمل التاج لتضعه فوق راس الملك، هي دي اللحظه. وعايزين نقول حاجه، فعلا كان الكلمه حتى بتاعت استاذ عمرو الجنايني كانت حضاريه جدا، وعايزين نؤكد على حاجه، وده عهد ورهان هنا في البرنامج، اقل اطراف المنظومه اللي هيسبب لك اي مشاكل هو النادي الاهلي. ونأكد للاستاذ عمرو الجنايني ان مع الوقت هيتيقن ان اكتر نادي هيساعده لنجاح اي فكره منطقيه ومحترفه هيكون النادي الاهلي، وهيتيقن نقطه جامده اقوى برضو اللي هي فكره احقيه النادي الاهلي بالفوز بالبطولات. اعتقد باذن الله زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، ونرجع لكلمته تاني، اننا خلاص هنطفي نور البطولتين اللي فاتوا من الموسم اللي فات الدوري والسوبر، هنشعل نور جديد في الموسم الجديد تحت قياده الاستاذ عمرو الجناني، عشان ما يبقاش في اي كلام تاني عن فكره احقيه النادي الاهلي بدرع. وهيكتشف الاستاذ عمرو الجناني في نهايه توليه رئاسته اللجنه المؤقته ان النادي الاهلي بالفعل طبعا بياخذ البطولات عن طريق مستحق.